أمطار غزيرة وسيول جارفة وفيضانات اجتاحت عددا من المناطق ببوليفيا منذ مطلع السنة الجارية، مما خلف مصرع 20 شخصا وفقدان ما لا يقل عن 12 آخرين وفقا لما ذكرته سلطات البلد الجنوب أمريكي. وأفاد الدفاع المدني في تقرير له بأن معظم الضحايا لقوا حتفهم جراء انهيارات أرضية وأوحال، وكان أخطر حادث ذاك الذي وقع مطلع الشهر الجاري على الطريق الرابط بين العاصمة لاباث ومدينة كرنافي، ولقي على إثره 17 شخصا مصرعهم إثر انهيارين أرضيين. وأعلنت إدارة الطرق ببوليفيا عن حدوث انهيارات أرضية جديدة خلال الساعات القليلة الماضية على مستوى الطريق الرابط بين العاصمة ومدينة كرنافي، مما تسبب في تعطيل حركة السير. ووفقا للدفاع المدني فقد تم إجلاء أزيد من 5200 أسرة، بينما وصلت مساحة المحاصيل الزراعية المتضررة إلى أزيد من 15000 هكتار. وأبقت السلطات على مستوى التأهب متواصلا أمام احتمال استمرار تهطل الأمطار الغزيرة إلى غاية شهر مارس المقبل. ومن جانبها أصدرت المصلحة الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا إنذارا باللون الأحمر أمام خطر فيضان ما لا يقل عن 15 نهرا، مما قد يهدد بإغراق شمال العاصمة لاباس وخمس جهات أخرى بالبلاد.